فادي؟ لا سمعان نايا هون؟ شو بدك دخيلك مع هالضمان؟ ما جايبة بمزك لنايا؟ هاي فادي وصلوا وصلوا مثل ما قلت لكم مثل ما اتفقنا أوكي؟ أوكي بس أنا هلا وصلت عشو متفقين؟ يا أهلا وسهلا يا أهلا شو وصلوا؟ ها أنتو؟ هاي بعدنا وصلوا وصلنا على القلب مين ناطرين؟ وصلوا وصلوا هلو يايا والشباب اصحابهم واصحاب كريم هلو وين كريم بابا مين هذا كريم هلا كريم اهلا وزور نور كيف الجنس هلو انا ويلكم يا اهلا وسهلا بالمغتربين يا اهلا نور لبنان يا اهلا وسهلا شرفتوا ثانك يو طمنيني اول شيء اولادك بيحكوا عربي ولا لا بيفهموا وبيحكوا شوي بس العربي صعب شوي صعب كثير ولو لا مش كثير يلا يا شباب يا صبايا يومي دل فيهم يلا كريم تفضلوا يعمل ليه معذبة هالقد يا كريم ولا وما في شي من انتي رح قصلك شقفة جاتو لا شو تقصي بقى انا بدي قصه ديني لا بدي لا ولا انا ضيفة اهلا عن جد ثانك يو وجي صدقي يا ست نور انه انا طول عمري بكره اسمي بس ما بعرف ليش هالمرة حسه كتير حلو هو مش بس اسمك حلو انت كمان حلو تفضلوا ليكو صبايا شباب شو رايكم تاخذوا جيمس وانا وتفرجون على اوضتهم مطرح ما بدهم يناموا وتدلون على البيت انا بدي جيمس ايه اوكي دلي لا جيمس شو انا طالع معي ايوه وانا بدلها ل انا ايه انا لا بعمل لها برمي هيك بالبيت برمي شو اخذها بالسياره يا ريت Thanks Karine. Fia, you meet the Gemana? Of course. يلا نحن فينا نجي معكم؟ أكيد. تفضلوا. مثل ما اتفقنا يا شباب. Don't worry, dude. Don't worry. This is my son. Look, this is my son. No, welcome. يا وجيه شوي عليك كيف تكنون؟ لا مجيد عزيزي تفضلي welcome. This is too much. No much. عربي. كثير يس يس. هذا شو بده ياكلوا هيدا؟ صحتين welcome. انت وين شو مش عم تاكل وجيه؟ والله مين قال لك ما عم باكل؟ وين صحنك؟ مش عم باكل بالصحن يا فادي. ايه بشو لكان؟ بعيوني والله لحقر لك اياهم هيك بطلع نادر طلع اهلا لك صحتين دوقي مش كل يوم لك لهيك اشياء اوكي This is my room نايس very nice مظبوط very nice وهيدا تختي تختي It's been your bed Yes my bed دخليك شوفي زملك لهالتفاصيل هيدي فادي مش وقتها هلا بلا وقتها هيك ما بيفهم شي من اللي عم نقوله مين قال لك ما فهم شي لك مش شايفه كيف قالتي اختي اصلا هالزياره كلها مش عجبتني ليش اجوا من امريكا لهون What he said what's the problem nothing شفتي لو مش عم يفهم شي من اللي عم نقوله بلا عم بفهم بس مش عم بفهم اللي عم تحكي هاي فادي ليكي نايا اذا عرفت انه فاتت جيمس على هالاوضه وانا ماني عارف ولا تحسب الله ما خلقه What does it mean of احسب تفضلي فصلي وش انا احسب فادي احسب
احسب يعني كالكوليت. شو هي اللي بدي اعمله كالكوليت؟ عدد البوكسات بدهم ينزلوا على راسك اذا بتقرب من نايا. What do you mean of بوكسات؟ فسيروا شو يعني بوكسات. فادي؟ طب ليكي هيني انا رح فسر له اياها. فادي! هيدي الاوضة. واو اتس بيوتيفول. هون رح تنامي انت وامي. جيمس رح ينام عندي بالاوضه. اوكي فين عزمك على الغداء؟ نو ثانكس هلا اكلنا. لا اصلا مش اليوم بكره بكره بكره. اوكي واو واو هيش دول حالكم. انا ضيفه انا بالبيت بدك تغدى عنا بكره ما هيك؟ اوف كورس ونحن اكيد معزومين. ما هيك بيك شي انا شو بدك فيهم عادي عادي. شباب في مجال تفلوا وتخلونا لوحدنا؟ ما يومي ما لحظه تنكمل بير مثل البيت فرجيها وين اوضتي اوضتك. انا بفرجيها ما تعطى الهم. يومي كريم خد اصحابك ونزل لتحت، نحن نازلين بعد شوي بنشوفكم تحت. طيب طيب، ذكريني احكيك كلمتين. جبت لك البدلة كثير. أنا؟ كريم كريم. ثانكس، أنت مبينة بتعقدة. ثانكس كريم. حلوة كثير. واو واو واو. قول حالكم. ثانك يو انك جيتي ورح اعمل لك اطيب قهوه. قوم ساعدني بس القهوه الاهلا وسهلا هيدي. بدكم ساعدكم يا جماعه؟ لا بدنا تساعدنا بشغله. شوي شوي على الضيوف. اه ولا هو ولا ما بدي توصاي يا ست الحسن. وجهي انت مجوز او بعد؟ لا انا مطلق. اه كمان عندك ولاد؟ في ولد واحد بس اسمه برتيز. الله يخلي لك اياه. الله يحفظك. ونور انت شو وضعك؟ انا كمان مطلقه. معقول؟ شو قصدك؟ لا قصدي انه معقول رجال عنده عقل براسه وبيطلق مرة حلوه مثلك؟ ايه كرمال هيك قمت انا اللي طلقت. مهضومي مهضومي. تشيرز تشيرز تشيرز. اهلا. شو بتشتغل وجي؟ أنا؟ جنرال ريليشن. نعم؟ جنرال ريليشن يعني علاقات عامة. كيف يعني؟ يعني شو بدي أقول لك يعني بدرس مشاريع. بعطي نصايح. بأمن الصورة. بعرف الناس على بعضها. بدك بقرب وجهات النظر بين الشركات. بالمختصر المفيد يعني فيك تقولي عني questionation. questionation يعني مستشار. questionation generation لكل شيء بيطلع مصاري. cheers cheers. أول مرة بسمع بهيك شغل. وبعد بدك تسمعي أكثر. وأنت نور شو بتشتغلي؟ business administration. ميجر ماركتينج مانجمنت. هودي كله وكيف بتلحقي يا عمي؟ كيف هودي كلهم وهدول كلهم اختصاص واحد؟ ايه بابا انا بعرف اختصاص واحد بس قصدي اقول يعني هالاختصاص بيطلع مصاري؟ اكيد. ولك عال عال؟ لك عال لك برافو عليك. شو جاييني يعني؟ تشيز. وين ساكن؟ كيفك انت؟ انا منيحة. بس انت وين ساكن؟ ساكن هون هون بالبناية. يعني انت جيران مع فادي وكريم؟ لا شو جيران. يا عمي انا وفادي وكريم مثل اخوي واعز. حلو. باي طابق؟ فادي يلا يلا جاي فادي جاي عم عيطوا بشيل القهوة. ولكم ولكم. شو هالنور هيدي؟ مش بس حلوة مهضومة ومع مصاري كمان. هلا انا بالنسبة لموضوع المصاري ما بيعني لي كثير، كتر خير الله، بس انه يعني زيادة الخير خير. هيدا عدا عن الجنسية. بس أهم شيء بالقضية هي إنها مطلقة. والمطلقة يعني عادة بتكون بحاجة لحنان. بحاجة لحب. هلا انه هي تنغرم فيها او تحبني هذه يقول النتيجة حتمية. بس هلا يعني اهم شيء لازم اطرش هالاوضة، اعمل لها ديكور غير شكل يليق بانساني جاي من المهجر. ماني هيك بنيويورك، العزابي هيك بيعيشوا، باوضة صغيرة بس ديكورها مرتب. ولهلا من ناحية الشكل كثير مرتب بس
بتصور بحاجة لشي بدلتين ثلاثة يفتلها راسها فيهم. بس المشكلة إنه البدلات بهالأيام كثير غالية، ما قالي إلا لكان ميز المكوجة. لازم اتصل فيه بركي بيأجرنا شي بدلة. ايوه الو معلم ميز، كيفك؟ منيح؟ وجيه وجيه معك. ايه ليك معلم ميز، اسمعني اسمعني، دخلك بدي اسألك، بلاقي عندك شي بدلة للأجار؟ ايه أجار. لا لا ما بطول فيها يعني، شي نهار نهارين ماكسيموم. إيه حبيب قلبي، ليك معلش يعني لو فيها تقلي قديش أجار البدلة؟ قديش؟ 15 دولار يا معلم ميز. ليش؟ مع بنزينتها ولا بلا بنزين؟ لك شو هي سيارة؟ ولا هيدا أجار البدلة؟ طيب ليك معلم ميز، بتأجرني الجاكيت لحالها؟ خبريني نور، ومبسوطة برا؟ يعني نطبت، بس برا بدك تنسي كل شيء اسمه حياة، دهرات، سهرات، أصحاب، برا ما حدا فاضي لحدا. بتعرفي؟ بالحياة عندي جارة وحدة لبنانية، لو ما قاعدة بوجهي مرحبا ما بتقلي. قول ليكي نور، ما تزعلي على شيء، هون تقريبا صايرة الحياة نفس الشيء. ما بقى حدا فاضي لحدا، كل الناس بشغلة، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. بس بضل في شوية قرايب شوية أصحاب أكتر، بس فكرك منشوف بعضنا كتير؟ لا ما بقى متل قبل، قليل قليل لنشوف بعضنا. برا بلد محترم حاله والقانون ماشي على الكل. بتعرفي إنه استقبلنا وعطانا أكتر ما نحن عطيناه؟ وليلي الولاد مبسوطين؟ إنه تعودوا، مدارسهم وأصحابهم وظهراتهم، يعني تأقلموا بالنهاية. مزبوط، وأنت كيف وضعك بعد الطلاق؟ عذاب صدقيني يا كارين، البيت والشغل وكل شيء علي، بس انا وياه متفقين، الولاد بيروحوا لعنده بقضوا وقت عنده، بس كل واحد منا قاعد ببيت. عن جد عم تحكي؟ ايه ليش هون مش هيك كمان؟ يا تقديري هون بس اثنين يطلقوا بقبروا ببعضه، بدل في حالات مثل حالاتك بس كتير قليل. انا اللي مخليني برا انه المدارس والطبابه والجامعات كلهم بلاش. بكفي. ايه هون انا بدفع بس مدارس بالسنه شي 25,000 دولار. نو واي. مبلا. وأسيرانس للطبابة شي 5,000، هيدول 30,000 بعد ما أكلتين ما شربتين ما عملتي شي. No way. مبلا مبلا. بس ليكي نور الواحد ما بده ينقي كتير، كمان مثل ما أنتو عندكن البلد مأملكن كتير إشياء، نحنا كمان هيدا البلد مأمن لنا كتير إشياء. ولك شو صار؟ ما تخافي ما تخافي، انقطعت الكهرباء بس. No way. هيدي معك حق فيها، بدها No way. عود فادي عايزتك. خير شوفي؟ حجزت. بشو؟ بالمطعم. أي مطعم؟ المطعم يلي بدنا نتعشى فيه الليلة. ليش ما بدنا نتعشى بالبيت؟ أكيد لا. لا لك كيف ليه؟ أول شي أنا مش محضر عشاء، تاني شي يعني بدك ياني أترك ضيوفي وأقضي كل الليل عم حضر أكل وعم زقزق صحون، تالت شي المرة ضايفة عنا، بدنا نعززها، بدنا نكرمها. أوكي حياتي بس خلينا يعني شوي ننتبه على المصروف. رح ننتبه على المصروف، رح ننتبه له للمصروف، هيدا كل همك أنت، تنتبه على المصروف. ما تنسى بكرة تجيب لي وسقة ورد جديدة، لأنه الورد اللي عندي من هلأ لبكرة رح بلش يذبل، وأنا ما بحب الورد الدبلان، بحب الورد الفريش. وهيدي الجمعة عطول بيتنا لازم يضل ملين ورد فريش، بد البيت كله يكون مشرشر فيها الورد. ورد 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 ورد. لا عم تنتبه على المصروف، عم تنتبه على المصروف. فادي. نعم. حجوز بمطعم سامك. رحنا سباح. نورتونا يا حبايب، طفوا نور الكهرباء. يا والله بيلبق لك الجخ يا وجيه. لك ده ساعة يه صار ساعة 8، تأخرنا على العشاء. يا والله يسلم ودياتك يا معلم ميز على هالبدلة غير شكل، ضليت زن على راسه زن على راسه لأجرني إياها ب5,000 ليرة، 2,000 ليرة دفعة أولى و3,000 ليرة مقسطين على 3 شهور. لو ماني مستعجل لكن جبتها ب3,000 ليرة بس يلا ما حدا اخد معه شيء. والله بالبلك الجخ، نورتونا يا حبايب،
طفوا نور الكهرباء. يا عمي وين صاروا هالولاد يا فادي؟ وين صاروا ولاد يا اولاد؟ يا عمي ليه معذبين؟ والله كنا تعشينا بالبيت. ولا يا اولاد هاي ماديا. مي تو مي تو. تيك كير تيك كير بابا. ها ها تيك كير. انت سمعتي او 7 ابنك او 8 مين بعثيه يا جماعه؟ نايا نايا. واو شو هالجمال هذا؟ شو هالجمال؟ كبير صغير. يلا يا جماعه يلا تاخرنا تفضلوا تفضلوا. كنتوا ناطريني وهيك؟ والله لك لو عارفينك جاي كنا فلقنا من امبارح. جوجينج جوجينج يلا جوجينج يلا كنتوا على المطعم جوجينج يلا يلا جوجينج يلا لشوف مطبعين مطبعين. شايفة بنتك صغيرة شو عاملة بحالها؟ قمر صار على قمر. قمري وبنصلي قمري. تفضلوا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. عن جد كثير انبسطنا وسلينا، ميرسي كثير. لك نحن مسليين فيكي اكثر بكثير. فعلا. يلا يلا حبيباتي بليز يلا يا امي دوش وبيجاما. شو؟ شو؟ هلا؟ ايه هلا. ماما ما قالش لك هلا. اطلعي اعملي دوشك وقعدوا بالتخت يلا قولوا قصة اعملوا شيء. مامي بليز. يا نايا اطلعي اعملي دوشك حبيبتي. عن جد؟ ايه عن جد. لا لا مبلا اطلعي اعملي دوشك ولبسي بيجامتك يلا يومي. عيب عيب يا عمي. سوري يا نور سوري. حبيبي ولا يهمك دايما الاولاد هيك. جيمس انا بليز شاور اند بيجاما يلا. اوكي مام جود نايت. جود نايت everyone ثانك يو. جود نايت. وانا طالع. This is my son. This is my son. This is my son. شو؟ شو؟ ما في شاور؟ تفضل يلا. طيب وانا كمان رح استأذن. جود نايت. جود نايت حبيبتي. نور نور. ان شاء الله تكون يو ان شاء الله تكون يو هاف فان. يا اي هاد سو ماتش فان. اه ريلي؟ يا ويلكم. نايس تو ميت يو. مي تو. يلا باي. جود نايت. جود نايت. دخلك كريم؟ نعم. صححي لي انه بيقولوا هاد ولا هاف ولا هاز؟ لا لا بيقولوا هذا الطريق اللي بدك تطلع منه على بيتك. اها هاد من هاد. اوكي ايه موفق. ستو لايتا. موفق روح. ستو لايتا. ستو لايتا. يلا يخرب بيت على الانجليزي. ستو لايتا. سمعان لو شو بقول كل ما شفتوا اللي بتسألوني هالسؤال. فردي بيرجع بيقول لي فردي. يا عمي شو كيف وصلت لعندي على المكتب؟ مين جابك لعندي؟ لو شو وصلك لهون؟ انا انا يا استاذ فردي. تفضل هالفنجان القهوة وروق لي اعصابك. الله لا يوفق. ولا قد مش معقول يوصل لعندي لحاله فردي الا ما حدا يكون وصله. ما قلت اللي وصلته. بدي اقول لك يا تقلبه. فردي اهلك معهم خبر انك جيت لعندي؟ لا. لكن هلا اهلك بنشغل بالهم عليك. ما تخاف مش مطول كثير هون. الله لا يوفقك انت، ضروري تجيبه لعندي. ايه شو بعمل لك؟ انا كنت ظاهر بلاقيه واقف قدام البنايه، بس شافني دغري هجم علي وقال لي هلا بدك تاخذني لعند فادي. بقول له لا. اوعى تقول له لا، وخير لشو جيت لعندي؟ استاذ فادي. نعم. انت راضي باللي عم بيصير؟ لشو شو عم بيصير؟ انت راضي انه نايا دار كل بعد الظهر عم تلعب مع شاب غريب؟ شاب غريب؟ اي شاب غريب؟ ايه قصده جيمس. جيمس؟ بون. ايه جيمس. اه جيمس ايه لا بس جيمس حبيبي ما انه غريب، هذا ابن رفقته لكارين. ابن انا برفقته بس انه دار كل الوقت حد نايا ما كانوا عندها بي او ام يقولوا لها شو عم تعملي؟ عم شو يعني يا فريدي يا حبيبي انه شو قصدك بدك ما تخليهم يلعبوا مع بعضهم؟ مش بس ما تخليهم يلعبوا مع بعض، ما تخليهم يقعدوا مع بعض. طيب يا فريدي ليش ما بتروح انت تلعب معهم؟ ليك يا استاذ فادي يا حيجيك من الاخر،
ما بقى بدي اشوف جيمس قاعد معنا يا وقد اعزل من انزل. فريدي فعل وقد اعزل من انزل. لك هيدي اخرتي انا. يجي فريدي ينزلني بمكتبي. لك فريدي خدني معك. لك شو خدني معك؟ مع سيزو جاي معك. انت جاي معه ولا هو جاي معك؟ لك انا جاي معه. على البسكليت ثلاث دواليب. هاي كارول. هاي فرقة. شو قالوا لي؟ احنا بستنوا؟ هي مرحبا يا جماعة. هاي. لو بشرفك شوفي ليك هن شو عم يعملوا ليك ولادنا شو عم يعملوا. يومي وين القصة اللي اعطيتك اياها لتقريها؟ ما بعرف. كيف ما بعرف؟ ما قريتيها؟ بلا قريت اول صفحتين وزهقت. زهقتي؟ بس هيدا بين ايديك كل نهار السلولار ما بزهقك. ونايا كل نهار على الايباد. نايا صغيره بعدين ما الك عنايا. انا اعطيتك كتاب وقلت لك قري لي ما قريتيه. مام خلاص قومي اطلعي جيبي الكتاب وقريه. مام بليز. يلا يومي شوفينا رايقه. قومي قومي قومي. ويت يومي طالعه معك. وح وح حطير. عجبك؟ ليكي ولادهم كل نهار عم يقروا بالكتب بينما اولادنا كل نهار على الايباد وعلى السلولار. شفت؟ نور وين؟ فوق على الكمبيوتر. لبنانيه على الاصول هيك دائما بدها انه اقرا. اتس جود ما كرمالك. بس مش متعوده. ما انا هيك كان بلشت. I didn't like to read وهيك بس شد صدقيني القرايه احلى شيء. ها اول مره بتقولي جمله صح بالعربي. ما هيك شو رايك؟ You will help me and I will help you. كيف؟ انا رح احكي بالانجلش وانت رح تحكينا بالعربي. اوكي اكسلنت اكسلنت يعني عظيم. وي نو يعني بتعرفي. بتعرفي في شيء بامريكا ما في منه بلبنان. شو؟ 911 رقم البوليس. يس وكمان بنستعمله خصوصا اذا حدا عيط علينا. شو هذا للبوليس دغري بيجوا حتى اذا اهلك عيطوا عليك. اوف كورس. لكن منيح ما في الرقم هون. واي؟ لانه ما كانوا لحقوا تليفونات. عيلي عافري ميلي. مام با نور يا نور عم تيجي. جينا جينا جينا. الكل حاضر؟ حاضر. تعدل تعدل. 1 2 3 4 5 6 7 تعال الاولاد مضبوطين الاهل اهل 1 2 3 and 4 كمان الاهل مضبوطين. يلا يا جماعه تاخرنا تفضلوا تفضل. نعم مش رايح معنا كريم؟ بلا مش رايح. ليه؟ طب ليه لابس بدلة؟ رايح على البيكنيك بالبدلة كريم؟ اي ليش لابس بدلة؟ بي كل واحد عنده ستيل. عنده ستيل. يلا يا جماعة لتفضل. دخلي كريم؟ أنا شايف إنه ما راح يسعنا الجيب كلنا سوا. إيه معك خلص بليها. إيه بليها معك. لكن بليها جيب الضيق بساع ألف ضيق. تفضلي حضروا الولاد وجوزي بعده ما بعرف وين. يا فادي يلا يلا جيت. ديك بشرفك وين بتروح؟ بشرفك وين بتختفي؟ ما كنت هون. شو طلعت تعمل فوق؟ خلاص لا 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 شو انا تجيب الكارت؟ لا الكارت الاولاني جبته. فقدرنا شو طلعت مره ثانيه وتعرفنا؟ طلعت نجيب الكارت الثاني. ما حجزنا نص الصاله اسم الله. ولك شو بكن يا جماعه صرنا ساعه ناطرينكم تحت. يلا يلا خلصنا. ما عندك حق تجيب الكارت الثاني. طبعا يلا تفضلوا تاخرنا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. منيح انه مش الكل اجوا، منيح انه الباقيين بعد ما اجوا. الحمد لله. تفضلوا تفضلوا. وعاد سبقنا على الصالة. سلام. جو 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 تفضل تفضل تفضل. موفقين 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 موفقين. تفضل 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 تفضل. لك؟ نعم. شو بعدهم مطورين بلبنان؟ لك روح لك يا روح لك يا واليوم لوين؟ وعناهم ناخدهم على اللونا بارك. جبت كروتك؟ والله هالمرة جبت أربع كروتي بكفوا؟ إذا ما كفوا بنستعمل كارتي. بتصور رح نستعمله. لك يا حياتي؟